بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة قلتها بوالدي الشيخ علي بن مبارك آل جرمان الناحسي، المعروف عند شيبان ناهس وشهران براعي العجلية في الرياض. أيام كانت الحياة صعبة ويبين فيها الكريم والبخيل، بعكس وقتنا الحاضر. وهذا تاريخ سجله لنفسه عسى عمره طويل ويشهد به كل من عرف والدي. شهادتي اعتزاز بفعل ثابت وعلم من أعلام شهران. قلت شيء بسيط مما يستحق، وأسأل الله أن يلبسه لباس الصحة والعافية. وعذرا يا والدي، فأبياتي لا ترتقي لجميل فعلك ولا تصل لما نلت من علم غانم، ولكنها مشاعر أودت أن أخرجها، وأبى الابن سلطان إلا أن يشلها في هذه الشيلة. يا الله يا ربن كلم انت رجع تلطف بضيوفي ظروفة عينه، يوم الفقر والجوع والناس تنصى كسب جميل وحالة الناس شينه، كثر العدم ما حد من فعل يمنه، من دون وجهه ما تجمع يمينه، من دون وجهه ما تجمع يمينه. يوم الكريم يبين والبخل تلقاه، ولا تحصل فندق بالمدينة إلا ابن عم لك تعرفه وتنخاه، ويجي الفرج ولا تشوف الغبينة، وهو مع من جاه بالوجه والجاه، بيت مقر وكلهم خبرينا، بيت مقر وكلهم خبرينا. فعلا يحبه ويتلذذ وياهواه، لا شاف ربعه كلهم وصلنا، ما لد ولا صد ولا تبالى، شيطان بخلو صد من شايفينا. لا ذكرة العجل يهجيك بانباه، اسم معاجله وهم عارفينا، اسم معاجله وهم عارفينا. علي ولا اسم تعلى بمرقاه، ولد مبارك والحصايد ثمينه، ابوه شيخ وما يطاع حقوق وده، تشهد بفعله فالمغازي ودينه، وهو كسب الطيب ما ربي اعطاه، ولا دخر ماله ما عاد اخرينا، ولا دخر ماله ما عاد اخرينا. دابوي تاجي جعلني فدوة احداه، يا ليتني يعطي سنيني سنينه، اللي بوقت الفقر ما صك مخضى، تاريخ واهل الطايل حافظينا، لا جابا واسمه قال والبيض تكساه، تلقى البشاشة في ما حي جبينا، تلقى البشاشة في ما حي جبينا. ولا خبرنا ضاق من واحد جاه، يجري الشهر ولا سنة وسط عينا، ولا خبرنا ضاق من واحد جاه، يجلي الشهر ولا سنة وسط عينه.